للسادة الحضور، شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي. اتكلم براحتك، قول اللي انت عايزه. دايما النادي الأهلي بيرد في الملعب، مش صدفة أبدا ان يكون الرد النهاردة من الملعب من مختار التتش. النهاردة النادي الأهلي بيرد وبيقول كل اللي بنوعد بيه بنحققه. 85% من برنامج عائلة النادي الأهلي، شراكة كبيرة وشراكة اقتصادية كبيرة جدا مع شركة استادات الوطنية القابضة، شراكة عظيمة جدا بتحقق فيها أمور للتاريخ. زي ما قال الأستاذ محمد كامل، نفتكر النهاردة ونظبط دايما يومنا وناخد اللقطة التاريخية. والآن مع اللقطة التاريخية وتوقيع بروتوكول التعاون بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة. بروتوكول التعاون بين النادي الأهلي وبين شركة استادات الوطنية القابضة بيشمل زي ما قلنا تأسيس وإنشاء فرع النادي الأهلي بالصعيد، صعيد مصر. والنادي الأهلي دائما وتماشيا مع دور الأهلي الوطني ودور الأهلي الاجتماعي. التوقيع الآن على بروتوكول التعاون في حفل الإعلان عن الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات لإعلان التوقيع على المشروع التاريخي والرؤية الاقتصادية للنادي الأهلي 2045. الأستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة يوقع عن الشركة القابضة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي يوقع عن النادي الأهلي. هنا من خلال ملعب التتش، وهذه هي الصورة التي ننتظرها. مليون مبروك، مليون مبروك على النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، مليون مبروك على جماهير النادي الأهلي، مليون مبروك للأهلوية، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك للأستاذ محمد كامل المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة. يوم للتاريخ، ودي بقى معاد الصورة السيلفي، دي الصورة التاريخية اللي كله يطلع موبايله وياخد هذه الصورة العظيمة، الصورة اللي بتكتب التاريخ من خلال وجودنا هنا. واحنا كلنا دلوقتي، اتحدى ان في واحد قاعد ما يكونش جسمه بيقشعر. اتحدى السادة اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي المحترمين يتفضلوا هنا. هذه هي الصورة التاريخية والانجاز الكبير، هذا هو الانجاز الكبير الذي يتحقق هنا في ملعب مختار التتش. دائما دائما يكون رد النادي الأهلي هكذا في هذه المحافل وهذا المحفل الكبير من خلال شركة استادات، الشركة الوطنية الكبيرة. النهاردة طبعا يوم تاريخي فعلا بكل المقاييس، من خلال الكوادر والصورة الكبيرة، الصورة العظيمة اللي احنا شايفينها كلنا دلوقتي من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي وكل من تعاون في هذا المشروع الكبير وشركة استادات في نقلة تاريخية كبيرة جدا 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 جدا. فعلا الصورة تحتاج لكلام كتير جدا، الصورة كبيرة جدا، الصورة عظيمة جدا، الصورة بتعكس قد ايه الأهلي كبير، قد ايه الأهلي سابق، قد ايه النادي الأهلي بيكتب النهاردة صفحة جديدة من صفحات التاريخ. تحية كبيرة، تحية كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي، تحية كبيرة لكل من ساهم في هذا المشروع الكبير، تحية كبيرة وتحية خاصة جدا للكابتن محمود الخطيب اللي بيتحامل على نفسه كل يوم عشان يقدم حاجة للنادي الأهلي، ودايما بيقول كلمة واحدة بس، أنا في رقبتي دين للنادي الأهلي أتمنى أن أكون أسدده.
تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي، تحيه لكل الحضور من الاعلاميين والساده اعضاء النادي الاهلي في هذه النقله التاريخيه الكبيره، نقله تاريخيه كبيره جدا من خلال التعاون مع شركه استادات، الشركه الوطنيه الكبيره التي ولدت اليوم شركه عملاقه. والاستاذ محمد كامل النهارده يعني بيتكلم بكل صدق وبكل فرحه، وانا شايف الناس بتحتفل وفرحانه. تحيه كبيره لمجلس اداره النادي الاهلي، وتحيه كبيره للاعضاء ولشركه استادات. يوم تاريخي ويوم عظيم جدا. وادي بقى يعني الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره، هو مصمم ياخد السيلفي بتاعه. كل واحد عايز يفرح بطريقته، وكل واحد موجود انا نفسي يفرح بطريقته، مش عايزين حد النهارده يكتم فرحته. الفرحه كبيره جدا، والصوره دي عظيمه جدا عظيمه جدا. بيرفرف نسر النادي الاهلي ويطير علينا واحنا قاعدين في ملعب التتش، ملعب التتش في اليوم اللي مش هيتنسي ابدا 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 ابدا. هي دي الصوره وهي دي اللقطه وهو ده التاريخ. الصفحه وصلت كام؟ حد عارف الصفحه وصلت كام؟ حد عارف الانجاز ده رقم كام؟ الانجاز ده انجاز كبير جدا. مبروك 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 مبروك. واعتقد ان اللي احنا شايفينه ده والمنصه بالاداء بالروح بالصور، الصور اللي كلنا نفسنا نخش فيها ونفسنا نتكلم عليها ونفسنا نفرح بجد. فعلا فعلا الفرحه حلوه جدا جدا جدا. شكرا ليكم جميعا، شكرا لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا لشركه استادات، شكرا لكل واحد كان صاحب مجهود النهارده، مجهود كبير جدا جدا جدا. لكن النقله كبيره جدا جدا، والنقله نقله تاريخيه ونقله عظيمه. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيكتب تاريخ جديد، تاريخ بصوره سيلفي. هتكتب تاريخ وهتكتب كلام كتير جدا من خلال شركه استادات، من خلال شركه استادات ومن خلال اللقطه العظيمه والكبيره. البرواز لسه فيه، البرواز لسه فيه كبير قوي، ولسه في ناس بتحب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، ولسه في محمد كامل وشركه استادات اللي دايما دايما بنتوقع منها المزيد. اذا كنتوا فاكرين ان احنا كده خلصنا او القصه انتهت، القصه لسه بتبدا. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، قال ووضح وقال اللي ده عائلة النادي الأهلي وبرنامج عائلة النادي الأهلي. البرنامج اللي اتحقق منه 85% 85% وأكتر كمان، ويفضل النادي الأهلي يحقق دايما إنجازاته ويحقق دايما الدور اللي بيقوم بيه. النادي الأهلي دايما ليه دور وطني ودور اجتماعي. مبروك مبروك للرياضة المصرية، مبروك للنادي الأهلي. هي دي الفرحة، هي دي